السلام عليكم، معاكم جنان من جنانز كولينري دايري. بفيديو اليوم راح اسوي باستا ايطالية، هي سباجيتي اليو اوليو اي بيبرينشينو او سباجيتي بالثوم والزيت والفلفل، وبضيف عليها اللمسة العربية، فراح احط المكدوس. نحتاج الى باستا من نوع سباجيتي او لينغويني، فلفل احمر مجعوش حسب رغبتكم، ثوم مقصص لشرايح ضعيفة، مكدوس مفروم، زيت زيتون، وعصير ليمون إذا تحبون. على نار هادية راح نحط زيت الزيتون والثوم والمكدوس والفلفل ونقلبهم مع بعض، بعدين نتركهم عشان الزيت يتنكه بالمكونات. بعد ما الزيت تنكه نضيف الباستا على طول من الجدر اللي سلقناها فيه، وتكون مملحة طبعا. نحط عليها شوي من ماي الباستا وعصير الليمون إذا تحبون، ونقلب كل شيء مع بعض لحد ما الباستا تتغلف بالزيت والمكونات، وبكذي تكون جاهزة للتقديم مباشرة. وبكذي نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله الوصفة عجبتكم. راح تلاقون المقادير في صندوق الوصف، وشاركوني تطبيقاتكم على الانستغرام، راح اخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي ان شاء الله بإذن الله، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.